تصونيتي ليه ما جاوبكش؟ لا انا مخلي تليفونهن. يا السلام عليكم خوتي خواتي ديك دايرين، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم قررنا ندير لكم تحدي الاخوان اللي داروا بزاف الناس، وقررنا حنا نديروا تحدي ديال اليوم. وانا فاطمه مزار غتصوني صحابي وغادي نسولهم واش معكم حسن، نشوفوا ردة الفعل ديالهم واش غادي يكذبوا عليها ولا ما غاديش يكذبوا، ولا غادي يقولوا الصراحه ولا غادي يقولوا الصراحه. دابا يا هنا تعرف الدراري صحابي واش هكا ولا هكا ولا هكا نيشان الكذب عليا غادي يفرقوا. قالت لي وسمحوا لي كذوب بحال هكا الاخوه، راه مريض على انستغرام عارفيني كنت مريض. المهم ما عليناش هادشي كامل، ما عليناش. المهم نبداو باول واحد، احنا غادي نصونيو احمد. نبداو باحمد يلا. كارت سيم جوج. نقول لي راه قال لي غادي يمشي عندك. قول لي راه مشى عندك هذه ساعتين، قال لي مني معاك واش معاك. لا الو الو احمد، كاين معاك حسن اخويا؟ حيت اش قال لي هذه ساعتين راه غادي نجي عندك وباغي كاع ما جا للدار. والله وجع عندك راه حيت اش قال لي راه غنمشي عنده. ما عندكش التليفون؟ لا راه مخليه في الدار. صافا تشوف وجع عندك قبيله واحد شويه ولا لا؟ لا ما جاش عندي. ايه صافي خويا شكرا، ماشي مشكل. الا فرتاك عليك تقول في الاول، قال لك قول لي رجع عندي في الاول. اسمع قول لي الو، شوف قول حسن يجي. صافي بحال ما هكا. لا قول لي دابا غادي نصونيو انس مناجر. شنقول كمل؟ قول لي الو انس، قول ليه راه قول لي درا انا مرتي جديده دابا فاطمه مزار، قول لي حسن قال لي راه مش عندك، قول لي دوز عدي شوف اش غيقول لك. مناجر دي متكبر من صونيو لي من النمره الثانيه ديالو. مش انس الو خويا انس، معك فاطمة الزهراء، انا ماشي جديد عيل. كيداير فاطمة الزهراء؟ بخير؟ لا بس الحمد لله. لا بس معك. راه حسن قال لي غادي يمشي عندك قبيله، لكن باقي معك قول لي يجي اخويا، راه تعطل عليا. لا صونيتي لي ما جاوبكش؟ لا راه مخلي تليفونهن. كان معي حسن. تعطل عليا، كنا غادي نخرجوا وتعطل عليا. دابا معايا، دابا هو خرج للحانوت على شي 5 دقائق ونقول ليه صونيت. صافي خويا فاش يجي قول لي طلع راه باغي نخرج. دابا غنشوفو ونصونيت دابا. صافي خويا شكرا. ما عطلناش 5 دقائق انا نقول. وانا كذاب. قالك خرج للحانوت. صنيحة وزينة الله يجوب. والله ما كنت متوقعة. أنس عشيري، أنس كاين أخويا أنس. أحمد برجك. نلقاك في الأوقات الحرجة. أيوة تيو قول لي راه قال لي غنمشي نتريني معاه في لاصال. قول لي واش باغي في لاصال؟ ألو؟ الو ايوب. الو معك فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء صحيح؟ لاباس الحمد لله. بخير كلشي مزيان؟ لاباس. واش باقي كاع ما جيتش من لاصال؟ انا مشيت مع لاصال. ورحت حسن قال لي غادي يمشي انا وايوب، ما جاش عندك؟ لا ما جاش عندي. انا ما عرفتش فين هو، قال لي غنجي عندك. لا ما كاين، صونيت لخالتي ما جاوبتنيش. والله ما عرفتش، يكون مشى عند دراري ولا يكون عنده شي بلان، يعني يكون شي حاجه. صافي خويا شكرا، سمح لي. ماشي مشكل، مرحبا.
كان غيطلق حتى هو ويجمع. قولي لي واش حسن جو ولا باقي؟ انا عاود نوصل لاناس اللي قال لنا ما كاين. هلا خويا وجا؟ لا باقي ما جاش، دابا حتى هو داخل كارفور مشيت تقاد دخل انا في الطوموبيل، باقي ما جا عندي كاع. ايه صافي خويا، كنا مشيتي كلمتيه ليا. انا صافي انا دابا ندخل نشوف دابا نقول لي صوني عليك. واخا صافي يلا. صبر بقى لا خلا تقاد دخل شي حاجه. راه حيت بغيتنا نخرجوا دايا نخرجوا. دابا انا ندخل دابا نشوفه ونقول لي صوني عليك. واخا يلا خويا شكرا. لايك الدوك سوري الرشيد فلوق رشيد قول لي راه قال لي غنلعبوا ماتش مع الخمسه ولا مع رشيد شو اجا ما كملتو الو رشيد الو الو خويا معك فاطمه الزهراء لا بس كملتوا الماتش اخويا لا انا ملعبش معاهم انا كنت خدمه ما يلاحظش وراح يتقال لي حسن نلعبوا مع الخمسه باقي كاع ما جا اولا حسن ياك كان مريض زاد ولا راه مشى شويه لي راه ولا باخر مشى اليوم لا انا نصلي لاحمد نشوف صافي اخويا الله يحفظك صافي قال لي ويلي حتى كان مريض زاد اي توكي ما عرفتش ديال نتي يقول الو نشوف نشوف واش بغيتي شكون الو عبد الواحد خويا معك فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء مع حسان قول لي حسن قيا باش نسالك الطوموبيل واخويا واش كلم لي حسن حيت قال لي راه غنمشيو عند ميكانيك باغي يصاوب شي حاجه في الطوموبيل واش ميكانيك في حدايا حدا لا هادي بكير حتى طلعتنا ولا شنو واش انت عبد الواحد انا عبد الواحد شنو قول لي انت راك سباق ماشي ميكانيك راه قال لي غادي نمشي عنده نصبغ طوموبيل نايره خويا سير كلمو ليا عاتي ساعتين ما جا للدار صافي انا غنمشي دابا يلا خويا سير صافي كداب تاهو شكون راه باقا نور الدين هاي هذيك النوم اللي هضر في الاول نور الدين قول لي واش معاك الو اسمع قلت مع شكون اللي درت لي مهدي مهدي الحلاق مهدي قول لي حسن قال لي غنمشي لحسن بغيت نصاوب شعر حسن تي البيع انا قول لي غنمشي لحسن الو مهدي معك فاطمه الزهراء اخويا راه قال لي حسن غادي سلسلة ما تقولش سلسلة عاود صوني الو المهدي ما كفاش راه قال لي حسن غنجي عندك صوب شعره واش مازال ما كمل اش قال لك باغي يجي صوب شعره عندك اي حسن ما جيش عندك وقول لي راه جا صايب ماشي باغي راه قال لك باغي قلت لا باقي ما جاش راه قال لي غادي يجي يمشي نصاوب عندو شي يا ربي نكون عا كنحلم وي راه معشات انا ما كاينش من الاول يكون مشى عند الدري اللي كيخدم عندك قول لي واش دخلت عند الكارفور قول لي ما كديب راه سيبكم غير وكافي ديروا لي مشوي اكبر رقم معلو وجه الارض هنا
غنسلفو دقيق دقيق نقولي مالك كداب اخويا. لا لا قولي وجه حسن. اوي نسلفنا دقيق صافي. بارك الاخوان كان معكم حسن غونزاليز فاطمه زهره غونزاليز. الى عجبكم التحدي اخوان ما تنساوش لايك ولا الفيديو ما تنساوش دعوا عندي في كومونتير باش نراو ندير لكم فيديوهات جديده. دعوا معايا مسكينه مريضه الله.